احنا نريد يخففون العبء، والدوله نريدها شويه تنتبه على هذا المواطن الفقير. شنو كل اللحم ب 20,000 دينار؟ ليش؟ ما صايره حتى مستوى العمل هماتين هبط عندنا. من كنت هنا يعني من كان اللحم ب 15 يومية المحل، يومية فد 20 واحد واقف هنا عندي بالمحل. هسه كل واحد يطبي ياخذ له ربع كيلو ونص كيلو. يعني الى متى تبقى على هاي الحاله؟ احنا يوميه صعد السوق نزل السوق، اللي صعد السوق احنا خسرنا، واللي نزل السوق احنا خلونا استقرار. ما يصير هاي يعني احنا يوميه اللي زين الكيلو اللحم صار ب 20,000 دينار، زين هذا الفقير مين ياكل؟ مخضر صعد، زين هذا المخضر مو انتاج محلي؟ لو جايبي هم استيراد، اللي ربطوا البيض وربطوا اللحم وربطوا الخضروات كلها على الدولار، زين هاي شلون هاي؟ تجي على اسواق تنزل، يعني الدولار ينزل يصعد، ينزل 20 نمره يصعد 30 نمره. فحتى مثل للقوت الفقير ما يقدر. يعني بالنسبه هسه بس القاعد يعني عايش بس الزنقين. يعني الفقير ما يقدر يمارس حياته طبيعيه. انا انصح الدوله العراقيه بما انه هي تريد تحط يدها على ملف الدولار، انصحها انه كبار التجار تلزمهم ببيع بالدينار العراقي وليس بالدولار، يعني البضاعه تكسر على الدينار وليس على الدولاريه، ويكون السعر معقول. اثنين ناهيك انه احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك، واتمنى من الدوله نتعالج هذا الملف بصوره صحيحه.